ذكر مسألة التنافس في الخير، وذكر إنه هذه المسألة عبادة، فاستحضرت فيها فائدة قيمة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التنافس. ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الرهان، يجوز الرهان في العلم. الرهان ده يا أخواننا أصلا ما بيجوز في غير العلم. الرهان ده يعني شنو؟ مش بي احنا بنسميها بعاميتنا كده، بنسميها الشراط ولا الشراط. يقول لك اسمع الحاجة دي كده، انت قولك شنو؟ انا قولي ما كده، انا قولي كده. تدفع كم؟ ادفع 100، انا بدفع 100 لو كانت كده. البيك بكلامه صح؟ يشيل شنو؟ يشيل القروش. هذا نوع من انواع الميسر، هذا نوع من انواع الميسر. ولكن ابن تيمية يرى ان هذا جائز في طلب العلم. تتناقش اثنين في مسألة من مسائل العلم، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الآية دي في صورة شنو؟ ويقول لك في النساء، أنت تقول لي في البقرة. تدفع كم لو طلعت في البقرة؟ أدفع كده، أنت تدفع كده. خلاص تطلع في البقرة شيل 200 كله. هذا يرى شيخ الإسلام أنه جائز، واستند على الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. يعني الرهان والسبق ما بيجوز إلا في الثلاثة دي. الناس يتراهنوا لو كانت الهدية موضوعة من المؤسسة برا ولا من الشخصين، بيجوز يتراهنوا في الأشياء الثلاثة دي اللي هي الرماية وسبق الخيل اللي هو الحافر وسبق الإبل اللي بيسموه الهجن وهو الخف. قالوا لأنه الثلاثة دي بتعين على الجهاد في سبيل الله، الثلاثة دي تعين على الجهاد في سبيل الله. قال ابن تيمية: والقياس يقتضي أن يجوز ذلك في طلب العلم، لأن الإعداد بالعلم أقوى من الإعداد بشنو؟ بالفرس والخف والحافر والنبال وغيره. فعشان كده دي أخواننا مسألة الناس يتنافسوا فيها في طلب العلم وفي نشر العلم. اثنين، برضو ذكر فائدة جميلة في مسألة التنافس، أنها لا تقتضي أن تهضم جهد من سبقك. أنت اجتهد وشد حيلك، وقد ربنا يجعل البركة فيك أنت أكثر من شيخك. أعرف المعلومة دي، قد ربنا يجعل البركة فيك أنت أكثر من شيخي. عشان كده شد حيلك، لكن ده ما معناها إنك أنت تهضم حق من سبقك. فأذكر فيها في مقدمة ألفية ابن مالك. وابن مالك رجل سلفي وعالم من علماء اللغة، وبعدين قباله كانت في ألفية لابن معطي رحمه الله. فأول ما بدأ الألفية وبعد ذلك ألفيته بقت واسعة الانتشار وأنفع عند الناس وأبقى وأذكر حتى اليوم. فقام قال: قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بوعد بلفظ موجز، وتبذل الوعد بلفظ موجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي. قال أنا ألفيتني ماله؟ فائقة ألفية ابن معطي، لكن شوف ده حقه كيف. قال: وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. بعد ما وراك انه ألفيته دي أحوى في النحو وأوسع من ألفية ابن معطي، لكن قال لك شنو؟ هو سبقني، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلة. عشان كده سبحان الله، شوف النفوس دي لما طابت في العلم ربنا رفعهم. الآن أنت ما بتعرف ألفية ابن معطي صح؟
لكن الفيت ابن مالك بتعرفوه. طيب